من
ما بيقصد ضعيف، امك عتدك حل
ما زدت لك على الخفيف، لكن انا عام برشال العليم تعلم البدن يرق الرحيم، معود بك الحظ عزيمه ارزه الشعر.
الفرع عيسى والرسول باسم الكرامة تمج العز والطول. الضيف الكريم بمنزله عند الوصول بيستقبل برأس السيوف على الجيول. لكن قلت في عيد ساعة من الوصول قاعد تخبرنا اخبار بلعبول عن معدنك والسيف شو بدنا نقول؟ ايدك بتعطي الغيب والطيب الخجول والسيف في اليوم بعيد الثاني يا طيب نصدر في I'm
لما غلغلوا قدامهم انتوا المشي
يقدر على بيته يفوت ما كان في جوا حدا يفتح له. افتقرنا واغتنى مني انا صحح كلامك بالغنى كل شي قلت لازم نقسم هالغنى بفتح ابوابي بس لطيوف الهنا وتبطلوا والباين قلتن مش غنى واللص ما بفتح لباب ولا قنا وحياتكم بفتح الو قدر الهنا لولا مستعمر غريب سلطان باشا العطره الغنى بس عني منظري قالوا غنى مين اللي جاب الغرب على بلاد الشمال ومين الجناح علينا وعلى حاله جنى ومين العزم غربي عشرقي ابتدنا ومين الفتح لونا افتقرنا واغتنى من انا صحح كلامك بالغنى كل شي قلت مبروك نقصم هالغنى بفتح بوابي بس لضيوف الهنا وتفضلوا البيت الكم تشتنا وبنص ما بفتح لباب ولا قنا وحياتكم بفتح له قبر البنا مثل ما قالوا لمستعمر غريب سلطان باشا الأطرش جاب الغرب مين؟
Thank you.
وننصر اخانا مش بفرشي ولدي ع ياسمين وخشب وراع مش من مستوانا طبش قضي بطش النبي بسيفه ورميله على الاصنام تا منهم عبانا ومسيح الكون خلى مرسلين وسمعهم للخطايا الغر خطانا وفي هالكون العطار الجنبين دينه طما يطول غباك ولا غبانا الجرس والميدان يوحوا بنين وعلى الحقحية على الفلاح وعلى الأبان شنو عاد